وزير الخارجية استقبل اليوم نظيره الأمريكي لبحث تعزيز التعاون الثنائي. مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا للحكومة. والشرطة الإيطالية تعلن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين لها صلة بتنظيم داعش الإرهابي. الثالثة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى القاهرة في ثالث محطات جولته بالشرق الأوسط. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أقر أعضاء مجلس النواب الأمريكي تشريعا جديدا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا لوزارة الخزانة وبعض الوكالات الأخرى دون أن يخصص أي أموال للجدار الذي يعتزم الرئيس دونالد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك. وبوقع 240 صوتا مقابل 188 أقر المجلس المشروع وأرسله إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إطار أحدث استراتيجية لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة. أعلنت الشرطة الإيطالية تفكيك عصابة تهريب مكونة من 8 أشخاص تستخدم زوارق سريعة لنقل المهاجرين غير الشرعيين من تونس إلى صقلية. وذكر محققون في الشرطة الإيطالية أن العصابة يديرها تونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدم حساباته للترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابية، مؤكدين أن العصابة تشكل خطرا فعليا على الأمن القومي وقادرة على توفير طريق بحري سري للكثير من المهاجرين غير الشرعيين. أشادت مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة باتفاق استقبال 49 مهاجرا ظلوا عالقين في البحر لأسابيع. وطلب مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد بإصلاح القوانين الخاصة باللجوء وخاصة الفقرات التي ظلت معلقة لمدة طويلة. وكان رئيس وزراء مالطا قد أعلن استقبال المهاجرين عبر سفن عسكرية وتوزيعهم على 8 دول أوروبية. أعلن الرئيس الكوري الشمالي كيم جون أون أنه سيبذل الكثير من الجهد لجعل اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق نتائج تلقى ترحيب المجتمع الدولي. وخلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد كيم أن بلاده ستلتزم بسياسة نزع السلاح النووي وحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار. بدوره أكد الرئيس الصيني دعم بلاده للقمة الثانية بين كيم وترامب مبديا استعداده لأداء دور إيجابي للحفاظ على السلام والاستقرار وتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري اكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.